انتوا كيف تتحملوا كل يوم بالليل وتسمعوا اصوات؟ قلت انا خي شي جماعه وبنام ما بسمع شي. اسمي جو غشماني، عمري 28 سنه. انا خلقت ما بسمع. مع الوقت يعني بالست شهور لاحظت انه جو ما بيبرم على الصوت، يعني بس عيط له ما بيطلع، طلع انه ما بيسمع، طلع اطرش بالعربي اطرش. الاشخاص اللي يسون عن جد عن جد حرام، بيقولوا حرام تاع تاع اوكي انا بشغلك بس معاش قلقك. بس عندي مكنتين سمعتين، بس هون منجوع وهيدي كمان رح تصير تخلص عمره، فانا عم بتحمل تقدر تخلص الزمن الأزمة صعبة تأنا يندل الدولار تقدر اشتري سماعه صعبة كتير حقون 3000 دولار يعني وحدة 1500 دولار. هلا انا اكثر شيء اثر علي وبزعل عن جد انه انا ماني قادره امن سماعه لابني. اكثر شيء بعت الهم اهلي، اول مشروع حلمي سافر لانه تعبت كثير بلبنان. كل بلد في لغتي إشارة مختلفة، أما هلا صارت اليوم في لغتي إشارة عالمية انترناشونال، لغة إشارة موحدة. لا تتخلى عنا عينك.